انضم مئات الفلسطينيين في تل أبيب إلى مبادرة نقف معا في إطار الحملة الشعبية ضد التجويع في غزة، ويأتي ذلك بهدف جمع التبرعات لإرسالها إلى القطاع المحاصر منذ أكثر من 10 أشهر. عائل خاوية خارج سجون الاحتلال انضم مئات الفلسطينيين في تل أبيب إلى مبادرة نقف معا في إطار الحملة الشعبية ضد التجويع في غزة ولجمع التبرعات لإرسالها إلى القطاع الذي تفترس سكانه أنياب الجوع يوميا. مساعدة لأهلنا في غزة، للأطفال الصغار اللي بتموت من الجوع، والهدف هي إنه عدم تجويع الصغار. احنا ضد الحرب، احنا ضد كل الاشياء اللي بتصير هذه، سواء من الجهتين من عندنا او من عندهم. احنا شعب واحد واحنا ايد واحدة، وابسط الاشياء اللي احنا ممكن نعملها هي ان احنا نجرب نعطي ونتطوع بمساعدات لشعبنا اللي عم بيعاني من الجوع والتجويع حاليا بسبب اسرائيل وبسبب هالحرب. هاي الحملة مئات الناس تطوعت بكل محل، آلاف الناس جابت أكل ومعونات وكل أنواع اللي احنا طلبناها، وهذا بفرجي إشي واحد إن احنا شعب واحد. أطنان من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات تذهب الآن في شاحنات تابعة للأمم المتحدة إلى غزة، حيث تجوب حملة نقف معا جميع المدن والبلدات التي يقطنها العرب في إسرائيل لضمان تسليم منتجات منها حفاضات وأغذية معلبة ومستلزمات نسائية إلى الفلسطينيين. وتتصاعد الأصوات الدولية التي تتضامن مع السواعد الفلسطينية لإنقاذ أهالي غزة من حلقات مسلسل التجويع المستمر، بينما تواصل حكومة الاحتلال إنكارها لأي إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتنفي مسؤوليتها عن الجوع في غزة، وتصر على أنها تسمح بدخول ما يكفي من الغذاء إلى القطاع. شفنا يعني الموقف يعني عز، يعني هسه لازم موقف رجل واحد عشان نساعد الناس اللي مش تاكل ولا تشرب ولا، يعني الوضع صعب كثير للأسف. نقف معا، صرخة استغاثة مدوية في وجه ممارسات الاحتلال القمعية وغير الإنسانية لا يفرط فيها الفلسطينيون لنصرة إخوانهم في غزة وانتشالهم من مستنقع الجوع والأوبئة، تزامنا مع ما أكدته الأمم المتحدة بأن القطاع على شفا المجاعة، إذ يعاني جميع السكان من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، فضلا عن حتمية سقوط وفيات بأعداد كبيرة ما لم تصل المساعدات إلى القطاع على الفور.